على رأس أنماط الشخصيات التسعة الشهيرة اللي وضعها بعض علماء النفس والاجتماع اللي بيقسموا فيها شخصيات البشر، جت على رأسهم شخصية المكافح. وأصل كلمة الكفاح يعني المواجهة، المواجهة لتحقيق ما تريد. ولن تجد أي إنسان عنده إنجاز حقيقي في حياته، سواء إنجاز مالي أو أسر اجتماعي أو رياضي، إلا وشخصيته المكافحة جزء منه. وأشهر ما يميز النفسية المكافحة ثلاث صفات: الالتزام والتضحية والتفاؤل. الالتزام هي أول سمة من سمات النفسية المكافحة، ومعنى الالتزام يعني المداومة على السعي لتحقيق ما تريد، حالة من الصدق الدائم تشجع الإنسان على مداومة السعي بنفس طيبة ملتزمة بالشيء اللي انت اتفقت فيه مع نفسك أو مع الله. على فكرة انت مكافح بقالك 15 سنة، 8 الصبح تبقى في عربيتك ولا في المواصلات عشان 9 باللحظة تبقى على مكتبك، ده التزام بتحصيل لقمة العيش. انت بقالك 5 سنين تسمعي أذان الفجر الساعة 5، تقومي على سجادة الصلاة، تلبي حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، ده التزام بالكفاح على طريق الله سبحانه وتعالى. وربك يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في التزام بالعهد مع الله. فمنهم من قضى نحبه يعني حقق ما يريد، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوات سيدنا يوسف اتفاجئوا بمنصبه العالي، فقال لهم دي نهاية الالتزام بالإحسان. أشهر صفة قيلت عن سيدنا يوسف كذا مرة في كل مراحل حياته أنه كان من المحسنين، أحسن للعزيز بعدم خيانته، وأحسن للسجناء بالنصيحة، وأحسن لبلده بخطة النجاة، وأحسن لإخواته بالعفو عنهم رغم الإساءة. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ملتزم بإحسانه للجميع، مكافح في سبيل القيم. عشان كده ربك يقول لك يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، التزموا بالصبر، كافحوا من أجل الصبر ورابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. وبطل العالم الشهير رجل الصالح محمد علي كلاي في كلمته الشهيرة لما كان بيشجع نفسه على الالتزام بالتدريب رحلة كفاح البطولة، كان يقول كرهت كل لحظة من التدريب، لكني كنت أقول لنفسي لا تستسلم، اتعب الآن ثم عش بطلا باقي حياتك. يبقى أول سمة من سمات نفسية المكافح الالتزام. الصفة الثانية هي التضحية، وغالبا المكافح بيضحي بمباحات هو بيحبها. وانت عملت كده على فكرة، لما بتقرب الامتحانات بتظهر نفسية المكافح المضحي بعدد ساعات النوم بينام أقل، قعدة القهوة اللي انت بتحبها وسبتها عشان تركز وعينك على شهادة التقدير، تبقى شابة واخدة بالها من نفسها في قمة الشياكة والانطلاق، وأول ما تخلف يبدأ تضحيتها وكفاحها في سبيل تربية عيالها، حياتها تتقلب لشغل ومذاكرة وتمارين عشان عيالها أغلى عليها من عينيها. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة كفاحه من أجل البشرية ضحى بحاجات كتير، دخل النبي كان كبير صلى الله عليه وسلم، لكن السيدة عائشة تقول ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 أيام حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الدخل الكبير ده كان بيروح، كان بينفق على أهل الصفة حفاظا على نفسيتهم وعلى دينهم. وانت حصل انك ضحيت بطقم لبس عجبك وما اشتريتوش عشان كتاب انت محتاجه، انت مضحي، انت مكافح. يبقى التزام ثم تضحية، يبقى صفة أخيرة في نفسية المكافح وهي وقود الكفاح، هي التفاؤل. سيطرة حسن الظن بالله المهيمن على كل شيء، وان انا لو بكافح ربنا هيكرمني، لان انا لو بكافح هكون بعمل الحاجة اللي ربنا يحبها. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أراد الله ما يريد. عشان كده سيدنا النبي كان دايما يبشر كل مكافح عشان يمتلئ بالتفاؤل. قال صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يعني العلي دين يريد الأداء اللي عايز يسدد الدين، والناكح الذي يريد العفاف. الشاب اللي عمال يحوش ويجتهد يحط القرش على القرش عشان يتجوز البنت اللي نفسه يتجوزها. فبالالتزام والتضحية والتفاؤل تتكون نفسية المكافح. فاللهم يا رب املأ عزيمتنا بالكفاح، واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل الفلاح.